وسهلا بكل أصدقائنا اليوم بحلقتنا الجديدة من أبطال الكتاب. هاي إلي. هاي كارن، كيفك اليوم؟ أنا يا إلي كتير منيحة، وقبل ما أسألك أنت كيف، أنا كتير عن جد كتير منيحة اليوم. ليش؟ تعرف يا إلي، اليوم وبكل نهار أنا عم بختبر محبة الله، محبة الله يلي هي غير مشروطة، عم بختبرها بحياتي، وعم بختبر كمان قد ايه الله عن جد بحب كل العالم. حلو. وهو قال هيدي الآية اللي بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم، ما قال لأنه هكذا أحب الله إلي، لا، قال للعالم، يعني كلهم، يعني كل شخص. فكتير عم بشوفها بنهاري، ونهار عن نهار عم بشوفها بعيوني، عم بختبرها بحياة كل شخص عم بلتقي فيه. يعني عم بتشوفي محبة الله كيف موجودة من خلال الناس اللي عم تلتقي فيهم؟ صح، وعم بشوف قدي هيدا المحبة لما شخص يختبره قدي بيتغير. كتير حلو هالشي يا كارن. أنا نهاري كان حلو، بس من بعد شي شاركتينا فيه عن جد تحمست أكتر، وتحمست أكتر لشوف شو بدك تشاركينا اليوم بالحلقة، وشو بدنا نتعلم سوا من إنجيل متى. صح يا إلي، واليوم بدي أذكر أصدقائنا ومشاهدينا أنه كمان حنكون عم نقرأ من إنجيل متى، مثل ما خميس الماضي تعلمنا، يعني أنا تعلمت كتير قصص جديدة لحياتي، وقتها بلشت طبقها يا إلي حسيت أنه حياتي عم تتغير. طيب يا كارن، ما زال هيك، شو رأيك أنا وياك نتذكر شغلتين كتير مهمين تعلمناهم بالحلقة الماضية، يلي هن قال يسوع أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض. فإذا نحن لازم نكون نور ننور، لأنه منشوف في شر بهذا العالم وفي خطية، يعني في كأنه عتمة. نحن لازم نكون الشمعة أو الضوء يلي بتضوي بهيدي العتمة، وكمان لازم نكون ملح. بدي كارن هلأ تقلي شو يعني نكون ملح، على القليلة فكرة. أوف يا قليل، يعني خميس الماضي علمتنا كتير فوائد من الملح، يلي هي أنه بتحفظ الطعام، ما بتخلي الطعام يفسد، وكنا عم نربط هول القصص بدورنا بالعالم. يعني نحن وجودنا بالعالم منلاقي أنه أوقات في كتير خطية موجودة، فدورنا حيخلينا نساعد أنه هيدي الخطية تقل، ونحن نظبط. صح يا كارن. فإذا اليوم رح نتعلم كيف نحن نتغير، يعني أنا إلي كيف بحياتي وبحكي وبسلوكي وبأخلاقي اتغير أكتر وأكتر لحتى أكون نور وملح. بس قبل يا كارن لازم نذكر كل مشاهدينا بالقوانين تبع برنامجنا. ولأنه يا إلي أنا نهاري كان كتير حلو، لخليك أنت تذكر أصدقائنا بقوانين أبطال الكتاب. أوكي، قوانين البرنامج مثل ما عطول من قلكم كتير سهلة. نحن بكل حلقة عم ناخد قراءة من الكتاب المقدس، واليوم عم نحكي من إنجيل متى الإصحاح الخامس للسابع، وأكيد عم نتعلم كتير إشياء من هالقراءة. عليكم أن تتصلوا فينا بالأرقام يلي عم تمروا قدامكم على الشاشة، تختاروا رقم من 1 لـ20. لما تجاوبوا على السؤال صح، وأصدقائنا لما تجاوبوا صح لح نحط اسمكم بالبوكال، لح يكون في عنا سحب لجائزة أسبوعية وسحب لجائزة شهرية. وجوائزنا مثل ما تعودنا دائما أنه هي كتير قيمة وكتير حلوين جوائزنا. خلونا هلأ مع بعض نشوف شو هن. لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم: ديجيتال ريموت هليكوبتر، ميني تابلت أندرويد، ديجيتال كاميرا، وMP5. أما الجائزة الكبرى لهالشهر فهي كاميرا فورية. وفي حال كان البونس من نصيب حدا منكم، فجوائزنا لكم هي الكتاب المقدس المسموع، راكات، يويو، وماجناتكس. فإذا هيدي كانت جوائزنا، ومعنا أول اتصال لليوم من كارول من لبنان. ألو؟ ألو؟ كارول؟ هاي كارول، نحن عم نسمعك، فيك بس تعلي صوتك شوي لنقدر نسمعك أحسن؟ بعد علي شوي، يعني هيك فيك تقولي هاي بقوة وبصوت كتير عالي. قولي هاي. كيفك؟ كارول بس قربي شوي تمك على التليفون بس لنقدر نسمعك، لأنه ما عم بسمعك. منيحة عم تقلنا كارول. أوكي. أوكي كارول، ما رح نطول عليك، بدي إياك تختاري رقم من 1 لـ20. نحن كتير منيح، نشكر الرب. اوكي كارول، بتختاري هلا رقم من 1 لـ20؟ رقم. اوكي، اي رقم؟
1. والسؤال رقم 1 بيقول: سمعتم أنه قيل عين بعين وأنف بأنف، صح يا ما غلط؟ وبلش وقتك يا كارول. كلا يعني غلط. خلينا نشوف يا كارول إذا هيدا الجواب هو الجواب الصحيح. وأكيد كارول أول اتصال معنا وأول اسم ننزله بالبقال. خلينا نصحح الآية يا كارن، بقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وهذا الشيء كان بالناموس يعني كان بالعهد القديم، وإجا يسوع غيره وقال أما أنا فأقول لكم يلي بيضربك على خدك الأيمن بتدر له الأيسر. رح نحكي أكتر ونشرح هيدا الآية. تعرف يعني أنا كان في شيء هيك صغير بدي أقوله، هو أنه أكتر طريقة وأفضل طريقة لنتعلم عن الله وعن محبة الله لأنه شو هي؟ نقرأ بالكتاب المقدس. صح، مثل ما منقول يلي أنا وياك دايما بكل حلقة من أبطال الكتاب، المقياس الحقيقي لنحن نقيم حياتنا إذا ماشيين صح يا ما غلط هو كلمة الله. وين منلاقي كلمة الله؟ أكيد بالكتاب المقدس. فمشان هيك نحن لازم نستغل كل دقيقة عم نقضيها، أوكي، يمكن ما عنا فيها شيء نقرأ فيها بالكتاب المقدس. وإذا نهارنا كتير مشغول لازم نلاقي وقت نكون عم نخصصه لنقرأ بكلمة الله، لأنه كلمة الله كتير بتغيرنا وكتير بتشكلنا حياتنا. معك حق يا كارن. أنا ما بدي أنسى جهيزة الفيسبوك يلي هي موجودة على البيج تبعنا بايبل هيروز. بدي اياكم أصدقائنا إذا بعد لهلأ ما عملتوا لايك للبيج، فوتوا على بايبل هيروز على الفيسبوك، عملوا لايك للبيج. ومعقولة بأي وقت، لأنه يمكن هلأ ما نزلنا سؤال، فقريباً معقول ننزل سؤال وتزيدوا جوايزكم للربح. وحزار يا ألي قبل ما تبلش تحكي، حزار شو تذكرت هلأ؟ فكرت اتصال. لا احذر شو تذكرت. انا بدي اشجع اصدقائنا انه عن جد اليوم يتصلوا وهيك يسرعوا كثير ليتصلوا، لانه اليوم عنا سحبين. وانا فكرتك نسيتها يا كارن. اذا لاحظتوا اليوم عنا 2 بوكال، واحد مع كارن يلي هو فيه اسماء كل يلي اتصلوا فينا خلال الشهر. صح. وجاوبوا بس ما انسحب اسمهم على جائزة الاسبوعيه، وعنا اكيد هالبوكال يلي فيه اسم كارول اول اتصال اجينا اليوم، وراح يكون عنا اليوم جائزتين. بقى نحن ناطرينكم تتصلوا فينا وتزيدوا فرصكم اكثر واكثر للربح. وبتعرف يا الي انا دائما بقول انه نحن عنا اكثر من جايزتين وحتى اكثر من 3. صح. اكبر جايزه نحن عم نربحها هي انه نحن عم نقرا بالكتاب المقدس، نحن عم نتصل وعم نحكي مع بعض ونتشارك. وعن جد يا الي بكل حلقه انا عم بسمع من اصدقائنا عم بيتصلوا فينا وعم بيشاركونا مثل قصص تعلموها هن من الكتاب المقدس، عم بيشاركونا إياها وأنا عم بتعلم منها كتير. صح. أنا بدي أقول شغلة عن محبة الله يلي حكيت عنها كارن، هي محبة الله موجودة بالكتاب المقدس، وإذا منتطلع فيها أكتر إذا بدنا نراقبها أو نشوف تفاصيلها منشوفها بحياة الرب يسوع المسيح. لأنه يسوع إجا على هيدا الأرض، ولد من العذراء مريم لحتى يفرجينا محبة الله، ومحبته كانت من خلال حياته مع الناس، كيف كان يحب الناس، كيف كان يشفي المرضى، كان يقوم موتى، كان يطرد حتى شياطين، ومنشوفه أكيد بصلبه على الصليب يلي هو كان أكتر شغلة معقول إنسان أو شخص يقدر يعملها لحتى يكون عم بفرج محبته للإنسان. صح يا ألي. وأول شيء اللي حنكون عم نتعلمه من خلال حياة يسوع اليوم بالحلقة هو كيف يسوع علمنا أنه إذا يا ألي أنا جيت نهار وأزيتك. لنقول في اتصال؟ في اتصال من السودان من أوكي. جريس. ألو؟ 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 مساء الخير يا جريس. أنا كويس نشكر الرب، أنت إزيك؟ أنا كويسة ومشتقلت وشديد، كيفك يا كارن؟ أنا كتير منيحة يا جريس وكتير اشتقنا لك نحن كمان. اشتقنا كتير لاتصالاتك. أنا كمان. خبرينا كيف كانت صيفيتك؟ في إنجيل متى من 5 لـ7 يا كارن، في بتكلم عن الغضب. عن الغضب. الغضب صح. اوكي. ففي آية بتقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. ففي برضو آية بتقول لا تتهمون يدخلون ملكوت السماوات. هي الآية دي ما موجودة معاهم، بس بتبقى الحاجة اللي أنا هقولها دلوقتي إنه لما نكون غضبانين لازم نتأنى شوية
قبل ما نتكلم ونعمل أي حاجة، لأن من قال يا أحمد يكون متواجد مع جهنم. ثاني حاجة لما نبدأ لازم نصلي عشان ربنا يدينا الهدوء إنه ما نتكلم ونقول حاجة وحشة. ثالث حاجة نتكلم مع صاحبنا ونعاتبه. فأنا أقول إنه لازم نمسك خشمنا من الكلام الغلط عشان من قال يا أحمد يكون مستجد نار جهنم. ومن الشتيمة لا تتهمون يدخلون ملكوت السماوات. صح صح يا جريس. وآخر حاجة لازم نقول حط حارس على فمي يا رب عشان ما نقول حاجة غلط. أمين يا أمين جريس. يا جريس، كتير حلو الشيء اللي شاركتينا فيه. بدي أطلب منك هلأ تختاري رقم يا جريس. أنا عن جد يا كارم بدي أقول إنه الشيء اللي شاركتنا فيه جريس صراحة هلأ علمنا وبدنا نحكي فيه أكتر من بعد. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. والسؤال يا جريس رقم ثلاثة بيقول من لطمك على خدك الأيمن بديك تعبي الفراغ أيضاً، اضربه اشتمه اشتكي عليه او حول له الاخر. يا جريس فكري منيح وبلش وقتك. حول له الاخر يعني الاحتمال الرابع. حول له الاخر. خلينا نشوف. حول له الاخر. وجوابك يا جريس جواب صحيح، برافو. نحن كثير اشتقنا لاتصالاتك، جوابك صحيح واسمك صار بالبوكال. كارن انا بدي اقول شغله، معنا اتصال. قبل ما تقول يا الي شغله في معنا اتصال جديد. الو هاي ماريا. الو الو كيفك مريم؟ كويسه مريم. عم تسمعينا؟ الو ايه انا عم بسمعك الحمد لله. في بس يا مريم عزبك تسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. ايوه. اوكي مريم قد ايه عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين وهي اول مره بتتصلي فينا يا مريم. ايه ونحن كتير فرحنا باتصالك. شكرا. يلا يا مريم رح نروح هلا على الجيم. كنت عم تقري معنا من انجيل متى؟ لا ما كنت عم تقري معنا. طيب انا بدي شجعك هلا لما تصير عم تتابعينا تصير عم تقري معنا. هلا رح اجرب شوي ساعدك اذا كان السؤال صعب. اوكي اوكي. يلا بدي اياك تختاري رقم. رقم 9. رقم 9. بونس بونس يا مريم. يا مريم من دون ما نسألك هيدي بونس هدية رح تحصل عليها من دون ما نسألك سؤال، بس بدي اياك تكون هيدي تشجيع لإلك لحتى تصيري عم تتابعينا أكتر وتصيري عم تقري معنا بالكتاب المقدس نتعلم سوا عن كلمة الله لإلنا. هلا رح نشوف شو هي جايزتك. مبروك، رقم البونس بخولكن تربحوا معنا بوكيت فوتو فيور. نرجع معكم أصدقائنا وهيك. خلينا يا إلي نرجع على السؤال يلي نسأل قبل شوية لجريس يلي هو إنه إذا حدا لطمك على خدك الأيمن أوكي إنه نحن لازم ندر له خدنا الأيسر. بس يا كارم معنا يلا أوكي. أكيد في كتير أفكار نحكي فيها بس بعتقد بآخر الحلقة رح نكون معنا وقت نحكي أكتر. هلأ معنا ميرولا. ألو ألو مساء الخير يا ميرولا. مساء النور يا إلي. إزيك؟ كويسة. وحشتوني خالص من الأسبوع اللي فات أنت وكارين. وأنت وحشتينا يا ميرولا. أنا بدي أقول لك إنه نحن عم نفرح كتير لأنه تقريباً بكل حلقة عم نسمع صوتك. وأنا كمان فرحانة خالص إن أنا بشترك. وأنا كمان يا وأنا كمان يا ميرولا كتير بفرح لما تتصلي فينا ونسمع صوتك. لا وبصراحة برنامجكم جميل خالص أنا بحبه خالص. ونحن منحبك كثير كمان يا ميرولا وبنعرف انه كمان انه هالبروجرام عم بيكون بركه لكم لحتى نحن وانتم نتعلم اكثر من كلمه الرب. اوكي. يلا يا ميرولا بدي اياكي هلا تختاري رقم من 1 ل 20. رقم 7. رقم 7. والسؤال يا ميرولا بيقول كونوا، بدي اياكي تعبي الفراغ وتكملي الايه، كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كونوا كاملين. كاملين. كونوا كاملين.
يعني ميرولا انا يعني كثير فخوره فيك عن جد. انت اكيد من جوابك اكيد دغري شفنا جواب، ولو ما ميرولا واثقه من اجابتها ما كانت دغري عطتنا الاحتمال الاول. اسمك يا ميرولا نزل معنا بالبوكال لاخر الحلقه. اوكي لي رح اقول هلا هيك على السريع قبل ما يجينا اتصال، يعني يسوع بعلمنا صح اذا حدا ضربني كف على خده انا لازم دمر له الخد الثاني، بس كمان اذا ما نتعمق اكثر معناتها انه يا الي اذا انت شي نهار جيت مثلا اخذت لي هيدا القلم وما بقى رديت لي، اذا شي نهار لقيت انه انت تارك قلم لإلك ام مثلا محايه اوكي تاركه، مش معناتها انه انا لازم روح اخذها ورد لك الشيء اللي عملته. صح ورح كمل فكرتي بعد ما ناخذ هيدا الاتصال. اتصال من اندرو من لبنان. الو 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 اندرو ميه كيفك؟ ميه اندرو كنت عم تقرا معنا من انجيل متى؟ مش كتير يعني. طيب مش كتير بس بدك تجاوب صح على السؤال مثل ما على طول بتجاوب معنا؟ اكيد يا الي اندرو دائما بجاوب صح على الاسئله. كارن عندها ثقه فيكم كلكم انه رح تجاوبوا صح. بقى يلا يا اندرو بديك هلا تختار رقم وانا حكون عم بسالك السؤال يا اندرو، فاي رقم اي رقم بدك تختار؟ 12. والسؤال رقم 12 يا اندرو بقول 12 قال يسوع، اوكي انت هون بدك تحط الكلمه المناسبه، الذي في السماوات ليتقدس اسمك. هل هيدي الايه صح؟ يعني بدك تحط الكلمه المناسبه بالفراغ. ملكنا سيدنا ابانا ابانا. اوكي خلينا نشوف اذا الاحتمال الرابع. اكيد يا اندرو هيدا هو الجواب الصح، وما في احلى منا هيدي الصلاه انه لما بدنا نصلي ما بنقول له يا الهنا مع انه هو الهنا، ما بنقول له يا ملكنا مع انه هو ملكنا، ما بنقول له يا سيدنا مع انه هو كمان سيدنا، بس بنقول له ابانا لانه هو شو؟ بينه. في اي كثير حلوه حابب شارككم فيها بتقول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه. بقى كل شخص قبل الرب يسوع بحياته بيقدر يكون ولد من اولاد الله ويقول يا ابانا. واكيد يا الي حنحكي اكثر عن هيدي الايه لانه هيدي يعني بتغير لنا حياتنا كلها لما نفهمها. رح ناخذ اتصال جديد. الو 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 كيفك ماري جوزيه؟ منيحه. الو ايه ماري جوزيه في بس عزبك تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. الو ماري نحن عم نسمعك، انا بدي اطلب منك تسمعينا من التليفون ديركت مش من التي في. الو 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 ماري عم تسمعيني؟ ايه الو اوكي بدي اياك تسمعيني من التليفون مش من التي في. واضح يا الي كمان انه الاتصال شوي ضعيف، فشو رايك يا ماري هلا تختاري رقم من 1 ل 20؟ بدي رقم 20. رقم 20 يا ماري، والسؤال بيقول كم اصحاح يوجد في انجيل متى؟ سؤال ما انه صعب بس ما انه كثير سهل. 24 26 28 او 30. اذا في حدكم كتاب مقدس يا ماري دغري افتحوه على انجيل متى. 24. اوكي ماري انا بدي ساعدك شوي، بدي اقول لك تفكري منيح وتعطيني جواب ثاني. فكري شوي يا ماري. يعني هيك اعلى شو يعني بعد اعلى الرقم مش بشوي. واسمعينا من التليفون بليز. 26 ماري. ايه 26. اوكي عم تسمعيني انت، انا رح اعطيكي اخر فرصه
20. بدي أعطيك آخر فرصة، تعطيني تفكري بعد ثواني وتعطيني آخر جواب. 26. طيب يا ماري، خلينا نشوف الجواب. والجواب الصحيح يا ماري هو 28. هو 28. أنا طلبت منك يا ريت بتروحي دغري على الكتاب المقدس بتفتحوه على آخر متى وبتعرفه، بس ما بيأثر يا ماري. أنا بدي إياكي لمرت الجاي ما تزعلي، بالعكس تتشجعي ترجعي تتصلي فينا وتجاوبي صح على الأسئلة. وهلأ معنا اتصال جديد يا إلي. ألو ألو، بونسوار كارين، كيفك فيانا؟ أنا كتير منيحة لأن سمعت صوتك. كيفك يا إلي؟ أنا كتير منيح يا فيانا كمان لأن سمعت صوتك. أنت منيحة؟ أنا كتير منيحة. كيف كان نهارك؟ كان كتير حلو. اليوم فرصة ما هيك؟ معاً ما في مدرسة. إيه ما في مدرسة اليوم. أوكي، شو عملت اليوم؟ شي نشاط كتير حلو أو عم تقولي لي نهارك كان حلو، ليش؟ عملت، كنت عم بعمل كتير أشياء، قرأت بالكتاب المقدس وكمان عم بكتب ترانيم وعم بلحنن وعم بكتب أشعار كمان. واو واو، فيانا أنت بتكتب ترنيمة؟ أكيد. إيه بكتب ترانيم. بتلحنيها كمان؟ سوري ما سمعت. وبتلحنيها كمان؟ إيه بلحنها. واو، طيب هديك المرة طلبنا منك ترنمة، مرة الجاي بدي أطلب منك بس هيك تألفش ترنيمة كتير بتحبيها وتلحنيها، ترنمي لنا هيك مقطع منها بس لبعدين، ما رح أحرجك فيها هلأ. أكيد. أوكي؟ وأمين يا فيانا عن جد يكون الترنيم والتلحين وكل شيء عم تعمليه يكون لمجد يسوع. ماشي. أوكي يا فيانا، بتختاري هلأ رقم لكن من 1 لـ20؟ بس أنا كنت حابة أشارككم بالموضوع. يس أكيد. بإصحاح متى الثالث والسابع بيقول إنه الله بيعتني بينا فينا، الله صح بيعتني فينا، بس بيقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلوا وبما تشربوا ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ إنه هون الله عم بيقول إنه ما تهتموا لحياتكم حتى إذا بدكم تأكلوا أو بدكم تلبسوا، إنه الله عم بيقول انه توكلوا علي انا وما تفكروا بكل هالشيء لانه انا رح اعطيكم كل هالشيء. ما تفكروا بشو بالمستقبل تبعكم او شو بده يصير، انه انا يلي رح اعطيكم كل شيء. امين. أنا بدي أقول شغلة فيانا، بما أنه أنت معنا ما رح طول عليك، بس معك حق، أنا اليوم كنت عم بقرأ كمان وآخر آية بهذا الإصحاح بيقول لا تهتموا للغد، ففكرت معقول أنا ما أهتم مثلاً إذا مثلاً معي مصاري لآخر شهر، معقول ما أهتم قدي بدي أصرف لآخر شهر، بس رجعت هيك مثل الرب وعيني على فكرة أنه مش ما أهتم أبداً ولكن ما أنهم بالغد، يعني ما خلي الغد يكون مسؤولية وهم كبير على قلبي. أمين يا إلي، وأكيد رح تشاركنا أكثر عن هيدا الموضوع، بس هلأ لازم فيانا تختار رقم كرمال نسألها سؤال. أكيد هيطلع قدام الشاشة. أكيد. بختار رقم 6. رقم 6 يا فيانا، والسؤال بيقول فإنه يشرق شمسه على، في كلمة هون بدك تكمليها، والصالحين، الأخيار، الأشرار، الأخيار يعني الأشخاص الخيرين يعني أهل الخير، الأشرار، المؤمنين أو الملائكة. على الأشرار والصالحين. على الأشرار والصالحين، يعني الاحتمال الثاني يا فيانا. برافو يا فيانا. برافو يا فيانا، هذا هو الجواب الصحيح. عن جد أنا كتير بفرح أصدقائي لما أشوف أشخاص مثلكم ومثل فيانا بحبوا الرب وبيقروا من كلمة الرب وبيتعلموا وكمان بيشاركونا، فهذا دليل أنه هني كمان انه اكيد في اتصال جديد يا علي. اوكي كارين. الو 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 كارين، الو علي. يوسف يا يوسف، مساء الخير يا يوسف. وحشتوني خالص خالص. انت فين يا يوسف؟ كنت مشغول، كنت في المهرجان والدير وفي الامتحانات. يا يعني كانت صيفيه كثير حلوه يا يوسف. انا بدي اقول لك انه نحن اشتقنا لك كثير كثير كثير، وحشتنا قوي. وانا كنت وحشتوني قوي قوي. ما بقى تطول الغيبه علينا يا يوسف، هيك طولت كثير الغيبه. وانا يا يوسف الي وقت بالاستديو ما وصلت لهالحماس مثل ما انت اتصلت فينا وهلا صار فينا. شكرا لي. يلا ما رح طول عليك، اكيد كنت عم تقرا معنا من انجيل متى ما هيك؟ ايوه. يلا خلينا نختار رقم لكان هلأ من 1 لـ20. 19. 19.
والسؤال رقم 19 بيقول: من هو كاتب إنجيل متى؟ متى، يوحنا، يسوع، أو مريم العذراء؟ متى. أنت أكيد من الجواب يا يوسف؟ أكيد أكيد وبكل حماس. خلينا نشوف. برافو يا يوسف، واسمك نزل بالبوكال. مرة جديدة بقول لك يا يوسف اشتقنا لك كثير، واشتقنا كمان لمريم أختك تتصل فينا، واشتقنا لأصدقائنا يلي عن جد صار لهم فترة مش متصلين فينا مثل كارين ومارك. أكيد هلا هن عم بيسمعونا، فبدي شجعكم تتصلوا فينا لأنه يعني نحن عيلة، وعن جد لما أصدقائنا يكون صار لهم فترة مش حاكيننا نشتاق لهم. بس أنا بدي أقول لك يا كارين، ونسيت أقول لك هذا الشيء قبل الحلقة، إنه كارين حكتني الأسبوع الماضي وقالت لي إنه على طول عم تحضرنا بس ما كانت قادرة تتصل فينا، فمشان هيك بدي إياك تتشجعي، لأنه على طول أصدقائنا إذا ما اتصلوا فينا مش يعني إنه ما عم يحضرونا، أوقات كثير بيكونوا عم يقروا عم يحضرونا بس مش كل الأوقات بيقدروا يتصلوا. أوكي، قليلة كان كنا عم نحكي عن المحبة، وكنا عم نحكي عن شيء كثير مهم، هو إنه الله هو بينا. صح، كنت عم بتقول انه نحن الله عطينا السلطان انه نحن ندعى نصير اولاد الله. وهذا الشيء كثير مميز، وبتعرف انا لما اختبرته بحياتي وحتى قريته بالكتاب المقدس هيك اول شيء صار عندي السؤال انه الله بي، عن جد الله بي، يعني هو بحبني بيرعاني بيهتم فيي، اذا شي نهار كنت جوعانه ام بردانه هو مش قاعد بيكون مبسوط انه ايه كارين ضلك، لا هو بي الحنون يلي بحبني. فحب يعني اوقات هيك بتخيل الفكره انه لما اكون انا تعبانه هو بيكون عم بيركض وجاي بده يغمرني وبده يقول لي انه لا كارين ما تتعبي. صح، انا بيك وانا بحبك. بتعرفي كارين اذا بنفكر فيها اوقات مثلا اذا بيي عنده شركه كثير كبيره انا بكون هيك على طول فخور بحالي وفخور ببيي انه انا ابن فلان يلي هو عنده شركه كثير كبيره وكل الناس بتعرفه. بقى انا لانه ابن لله، انا ولد من اولاد الله، انا كمان لازم على طول كون فخور. يعني وين ما كون ممكن ناس يقولوا لي انت ليش هالقد مبسوط او ليش هالقد فخور مبسوط بحالك، اكيد مش بطريقه نكون متكبرين، بس اقول لهم لانه انا بيي كثير عظيم. بيقولوا لي اوف بيك كثير عظيم، مين يعني بيك؟ اقول لهم الله هو بيي. امين. يعني وبدي اقول بس هيك شغله انه نحن اوقات يمكن نكون عشنا بعائله مثلا البي الارضي يمكن ما كان كتير يهتم فينا، أوكي؟ ويمكن إذا كنا غلطنا يجي ويعيط علينا ويكون شوي قاسي معنا. فنحن لما نجي لعند الله مصير نفكر إنه إذا الله بينا يعني هيك حيكون معنا؟ يعني أنا إذا خطيت هل الله يلي هو بيي رح يكون قاسي علي ورح يقول لي إنه كارين أنت غلطت أنا ما بقى أحكي معك، أم أنت محتاجة تضلك جمعة ما عم تحكي معي عم بتقاسي حالك كرمال تجي لعندي؟ في اتصال بس يعني لازم يجاوب على هذا السؤال لانه كثير مهم بعد الاتصال. اوكي كارين، معنا اتصال من نور من لبنان. الو. الو، هاي نور. هاي، كيفك؟ منيحة نور. هيدا اول مرة بتتصلي فينا؟ لا انا اتصلت جمعة الماضي الاسبوع الماضي. انا الحق علي نسيت. قد ايه عمرك يا نور؟ 9 سنين. اوكي، كنت عم تقري معنا من انجيل متى؟ من الاصحاح الخامس للسابع. ما علي يا نور، حتى لو ما كنت عم تقري معنا انا بعرف. انا الصراحه هلا ما قريت بس انه كنت اقرا دائما. أوكي. ما تعت الهم، نحن بدنا نشجعك لانه انه عم نعطي قراءه لكل اسبوع بنكون نحن وياك عم نقريها، وبنجي كل يوم خميس بتشاركونا اذا تعلمتوا شيء من هيدي القراءه. بس ما تعت الهم، هلا رح نروح على السؤال، وبما انه انت قاريه من قبل اكيد رح تجاوبي صح. اوكي يا نور، لكن اي رقم حتختاري؟ 10. والسؤال رقم 10 يا نور بيقول: أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. هل هيدي الآية هيك مذكورة؟ يعني صح أم خطأ أو نعم أو كلا؟ بلش وقتك يا نور. هون لما كان يسوع عم يحكي عن الصلاة، هون يسوع كان عم يحكي عن الصلاة، عم بيقول إذا منصلي برا بالشارع للعالم يشوفونا أو منصلي بغرفتنا. يعني نور بس فكري شوي أكتر بالآية، فكرة إذا صح يا ملا. نعم. نعم. خلينا نشوف جوابك يا نور، وهيدا هو الجواب الصح. إذا بدي ذكرك بالآية بقوله، بقول رب يسوع إنه لما بدكم تصلوا ما تكونوا مثل المرائين، مرائين يعني عندكم وجهين، فما توقفوا بالشارع وتصيروا تعلوا صوتكم ليشوفوكم العالم إنه عم بتصلوا، لا، فوتوا على غرفتكم
سكروا بابكن وصلوا لبيكن يلي بشوفكن بالخفاء. بالخفاء يعني ما حدا بيكون عم بشوفكن بهالوقت، وهو بجازيكن علنية. وهلا معنا اتصال جديد يا الي. الو، الاتصال انقطع يا كارن. مين كان معنا؟ كان معنا مريم، وانا بدي شجعها انه هي ترجع تتصل فينا لانه نحن بنحب نسمع صوتها وبنحب كثير انه نكون عم نتشارك بالكتاب المقدس. طيب يا كارن، كان بدك تتابع فكره البي اذا بحال صح. فالي، فاوقات نحن بيكون عنا هيدا المثل يلي قدامنا يلي بنكون عايشين ويمكن بين الارض ما انه موجود حدنا بالطريقه الصح. فبس انا بدي اقول شيء صغير انه بين بالسما منه هيك. يعني انا اذا بدي اتعرف على مين بي بالسما، هو بي محب. بي اذا انا غلطت بيقول لي انه يا كارن اذا انت وقعتي اوكي انا هون لساعدك لحتى توقفي، انا بحبك، بحبك كيف ما انت. واصدقائنا يسوع بحبكم كيف ما انتو، حتى لو عم بتغلطوا، حتى لو عم توقعوا. هو منه اله او بي قاسي قاعد على عرشه وبده يقصصنا، لا، هو دائما حدنا، هو الراعي تبعنا. صح. يعني انا بحس مشاعر الله لنا هي كلها حب، كلها سلام، كلها محبه حتى. فمهم انه اذا انا بعائلتي كان عندي بي ما انه كثير منيح كان معي، مهم انه انا ما اكون عم بشوف الله مثل بي. اكيد حبه لبي وكون عم بصلي له، بس دائما شوف الله بالنظره الحقيقيه لإله. وكيف بتعرف عليها يا الي؟ من خلال كلمه الرب. معك حق يا كارن، اوقات كثير نقطع بمواقف انا وانت يمكن بنعمل شغله غلط وبنعرف انه نحن غلطنا، وبنعرف انه الله بيزعل منا لما نحن نغلط، بس مناخده لالله كانه قاضي وناطر انه نحن نغلط لحتى يقصصنا او لحتى يحاسبنا على شيء الغلط اللي عملناه. نحن مش يعني لازم نغلط ونفكر انه الله بيترك هيك الامور، لا. بس حتى لما يحكي الكتاب المقدس عن تأديب الله، مش هخليك تكمل إلي. قدرت وقفك قبل ما تكمل. انا بدي اخلي، انا حابب كمل الفكره بس كارن ما بتخليني. احفظ الفكره لانه معنا اتصال. الو، هاي ميرولا. كيفك ميرولا؟ كويس. ميرولا وحشتينا قوي. انت عاملين ايه؟ نحن كويسين يا ميرولا. اشتقنا لك، كانت عم تقول لك كارن وحشتينا. اوكي يا الي، واضح كمان انه الاتصال شوي ضعيف، فشو رايك ميرولا نكون عم ننتقل هلا على السؤال؟ يلا يا ميرولا، بدي اياكي تختاري رقم 5. سمعت صح؟ ميرولا بدي اياكي تعلي صوتك شوي. أي رقم يا ميرولا؟ 5؟ ميرولا عم تسمعينا؟ حجرب أنا أحكيها إلي، بركة مستحية منك هي. ميرولا بدك تختاري رقم 5؟ أوكي. لكن رقم 5 يا ميرولا بيقول أحبوا أعداءكم، وفي كلمة بدك تكمليها بهالآية، لعينيكم. هل صالحوا لعينيكم؟ اضربوا لعينيكم، باركوا لعينيكم، أو اشتموا لعينيكم. فكر منيح وبلش وقتك. رقم 3 يعني باركوا لعينيكم. خلينا نشوف جواب كاميرولا. وهيدا هو الجواب صح يا ميرولا، اسمك نزل معنا بالبوكال لآخر الحلقة. لكن يا إلي كنت عم تقول إنه أوقات أنت بتغلط، فكنت تفكر إنه صح إنه الله مثل كأنه قاضي وبده يقصصنا وناطر لنغلط لحتى يقصصنا. هو الله بريد يأدب ولاده. شو يعني يأدب؟ نحن لما نفكر بيأدب يعني ندغري منفكر إنه حامل العصاية وبده يأدبنا. بس التأديب، كلمة تأديب ما بتعني يضرب أو ما بتعني يقاصص، لا. يأدب يعني يقوم، يعني يجلس. يعني إذا أنا ماشي هيك زيكزاك، مش عم بمشي صح مثل ما الرب بده، الرب بقوم لي طريقي. ممكن اوقات حس انه زعلان مني، بس ساعتها بعرف انه الله لانه بحبني ممكن يزعل مني كرمال انا صلح طريقي. صح يا الي. وكمان في شيء كثير مهم، انا كنت فكر انه هذا الشيء كان يصير معي بشكل حقيقي،
لما اول ما جيت لعند يسوع واستقبلته بقلبي كنت فكر انه اذا انا غلطت شو لازم اعمل؟ لازم اقعد لجمعه، عن جد عن جد مش عم بمزح، يعني لمده 7 ايام اوكي ويمكن اكثر حسب الغلط اللي عملته، عم صلي كثير، يعني اكثر من الاوقات اللي لازم تصلي فيها يلي انا كنت صلي فيها، كنت فكر انه لازم صير اعمل قصص كثير منيحه، يعني مثل كانه واجبات لحتى يسامحك. صح، يعني كانه عم بقول له يا رب شوف انا عم بصلي 5 ساعات بالنهار عم ساعد العالم المحتاجه، اذا لقيت حدا تعبان انا عم بكون حده. فكنت اعمل هذا الشيء حلو نعمله، بس انا كنت اعمله لفرج الله انه اوكي انا عم بعمل قصص منيحه فانت لازم تحبني وتسامحني. بعدين يا إلي الله حكاني وهيك في اتصال. في اتصال. أوكي. بدنا ناخده ونرجع منكمل معي كرم من ماريو. ألو. ألو. هاي ماريو. هاي. كيفك؟ منيح. ماريو قد ايه عمرك؟ 9.5. 9.5. أمتين عيد ميلادك؟ شكلك يا إلي بدك تجيب له هدية لماريو اللي عم تسأله. بس لما قال لي 9.5 فعم فكر بعد قد ايه بصيروا 10. شو يا ماريو؟ الو؟ الو ايه ماريو سمعني؟ 7.5. 7.5 اوكي. ماريو انت عم تقرا معنا من الكتاب المقدس؟ الو؟ الو الو عم تسمعني؟ ايه اوكي. عم تقرا معنا من انجيل متى؟ ايه اوكي يا ماريو كثير منيح، واضح انه شوي مش عم تقدر تسمعنا، فشو رايك هيك ننتقل على السؤال كرمال تقدر تختار رقم وتجاوب. اي رقم؟ 9. رقم 9 يا ماريو اختاره، بدي اياك تختار رقم لونه ابيض او ازرق على الشاشه. 8. والسؤال رقم 8 بقول قال يسوع اصنعوا الصدقة قدام الناس لكي ينظروكم. الصدقة يعني هو شيء منيح نحن بنعمله. هل هيدي الآية صح يا ملا؟ وبلش لا. وقتك لا اوكي قال انه الآية مش صحيحة يعني كلا لا. برافو يا ماريو جوابك صحيح، والتصحيح تبع الآية هو انه لما بدنا نعمل صدقة بيعطي مثل يسوع عن الإيدين، فبقول إذا أنا بدي أعمل منيح يعني مثلا بدي أعطي حدا فقير بإيدي اليمين ممنوع خلي إيدي الشمال تعرف، مش ممنوع إنه أبدا أبدا ما خليها تعرف لا، بس ما أعمل المنيح لحتى إيدي الشمال تشوف، يعني أنا إذا بدي أعمل منيح مع حدا فقير مش روح إلا لكارن كارن تعي تعي شوفي أنا شو رح أعمل هلا، روح لعند حدا فقير قدامه بعطيه مصاري، لا أنا عم بعمل منيح لأنه الرب باركني مزبوط؟ أنا بدي أعمل منيح لحتى الرب يشوفني مش الناس. أمين يا إلي. وهلا أنا رح آخذ اتصال بس رح أقول لك إني حآخذ اتصال. ألو؟ ألو؟ هاي ماريلين. هاي. كيفك؟ منيحة. كيف هالفرصة يا ماريلين معك؟ منيحة بس إنه كثير مبسوطين لأن راجعين. لأنه عم تقول ماريلين مش كثير مبسوطين لأنه راجعين على المدرسة. أوكي، أنت تقديم هالسنة ماريلين؟ لا بعد سنتين. أوكي. بس انه ماريلين حلو الجو كمان بالمدرسه بترجع بتشوف رفقاتك والاساتذه هن الواحد انه هن الرفقه هن الوحيدين اللي بيخلوا الواحد يقدر يضايق اللي بعزه يلا يا ماريلين قطع بفتكر يعني صار لك فتره مبلشه بعد عندك 8 اشهر بيقطعوا بسرعه يلا ماريلين ما رح نطول عليك بدي اياك تختاري هلا رقم من الارقام الموجوده على الشاشه 20 اختاروا بدي اياك تختاري رقم لونه ابيض او ازرق 18 والسؤال رقم 18 بيقول قال يسوع لا يوجد مشكله في ان تخدموا المال والله يعني ما في مشكله انه الانسان يكون المال بالنسبه له اولويه خطأ. وكمان خطا طب شو التصحيح تبع الآية يا ماريلين؟ لا تستطيع أن تخدم الله والمال في ذات الوقت. أوكي، لكن خلينا نشوف جوابك. برافو يا ماريلين، لأنه المصاري هي من أكبر العوائق أو الحواجز يلي بتوقف بيناتنا بين الله، فالله ما بيقدر يكون هو الأول ويكون المال حده، فقال يا أنا يا المال.
وهلا معنا اتصال جديد علي. الو الو هاي ماريان. هاي كيفك؟ كويس. قد ايه عمرك؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين وصار لك زمان بتتابعينا؟ اوكي. وهيدي اكيد مش اول مره بتتصل فينا ماريان. ماريان كنت عم تقري معنا من انجيل متى؟ بتحبي تشاركينا بشيء تعلمتيه من القراءه؟ منروح دغري على السؤال اذا بدك. طيب يلا بدي اياك تختاري رقم لونه ازرق او ابيض على الشاشه. رقم 16. والسؤال رقم 16 بيقول سراج الجسد هو. بديك تعبي الكلمة المناسبة هلا. الأنف أو العين؟ العين. أو العين. برافو يا ماريلين، سراج الجسد هو العين واسمك نزل معنا بالبقال. بتعرف يا قليل بس بدي اقول شيء صغير قبل ما كمل الفكره اللي كنت عم بحكي عنها. وقتها الله يحكي عن المصاري مش معناتها انه الله ما بده ابدا انه نحن يكون معنا مصاري، لا، بس هون الله عم بحذرنا انه نحن نحب المصاري ونصير مثل كانه ما بنقدر نعيش الا اذا كان معنا مصاري. صح. فهون الله عم بيقول لنا انه لا، انا بالاول بعدين كل شيء بيجي بعدين. وفي اتصال من ماريا جبور من لبنان. الو. بونسوارين يا ماريا وثلاثة، كيفك اليوم؟ ساترتكم كثير، أنا كثير منيحة. ونحن كمان يا ماريا. من بعد خير سمعتين كثير كثير الساتر داع البرنامج واسمع أصواتكم. ونحن كمان اشتقنا لاتصالك. وأكيد يا ماريا عندك شيء بدك تشاركينا إياه اليوم صح؟ أكيد أكيد أنا بدي أشارك شيء بشيء المسكة الإصحاح الخامس. أكيد. وهيدا الشيء بدي أشاركه مرق سؤال كمان لما كان في شخص عم يتصل عم بيقول الرب إنه نوره مش بس نوره بيسطع الصالحين والأشرار. صح. فأنا بدي أعطي عن جد مثل كثير كثير بسيط من حياتنا اليومية. تنفترض في أربع أشخاص قاعدين بأوضة واثنين منهم صالحين واثنين منهم أشرار. فتنفترض إجا يسوع وضوى عليهم مثل ضوء، فهاللمبة رح تضوي على أربع الأشخاص الموجودين إن كانوا صالحين وإن كانوا أشرار. وأنا كمان بدي أقول إنه يسوع مش بس انصلب كرمال الصالحين، إما انصلب بالذات كرمال الخاطئين كرمال يرجعوا لعند ربهم وصير لهم حياة أبدية. فيسوع مش من نوع الأشخاص اللي بفكروا أنت شخص شرير أنت منك صالح بحياتك يعني أنا ما رح سامحك. أمين يا ماريا. يسوع إجا بالذات كرمال الأشخاص الخطاة إذا عن جد بنتعمق بالإنجيل، ويسوع ما بميز حدا. فأنا هيدا التأمل البسيط اللي كان بدي أشارككم. كثير حلو هذا التأمل يا ماريا. وكنت قبل الحلقة عم قلها لكارن إنه لما طلب منا نحن نحب أعدائنا ونبارك اللي بيلعنونا هو عمل هالشي قبلنا، فرجينا إنه هو حب أعدائه وبارك اللي عم يلعنوه. 100% 100%. يلا يا ماريا. وأنا هلا حابة اختاري رقم لأنه أنا هالجمعة كثير كان عندي درس، فبتمنى إنكم تصلوا لي. وإذا عم جد احترت بالسؤال يلي نقيته بتمنى عن جد انكم تساعدوني. أكيد. وانا عم بقرا بالانجيل على طول. ما تعتلي هم يا ماريا. على كل شيء. ما تعتلي هم، بدي اياك تختاري رقم ما تعتلي هم ابدا. مرسي مرسي. انا هلا بنقي رقم 2. والسؤال يا ماريا رقم 2 بيقول واما انا فاقول لكم قاوموا الشر. صح يا ما غلط؟ وبلش وقتك يا ماريا. ماريا انا بدي اياك تفكري منيح، هون كان عم بيقول لما بدنا ننتقم، يعني اذا واحد بده ينتقم بقاوم الشر. كلا هو لانه السؤال بغلبت انا حتى اول ما قريته تغلبطت فيه. اوكي. فهو بيقول الرب يسوع لا تقاوم الشر، بل يلي ضربك على خدك الايمن بدك تدير له الايسر، واسمك نزل معنا بالبوكال يا ماريا.
أوكي أكيد بكارين ما بدنا ننسى أنه ما نصلي لماريا، ما نصلي لكل أصحابنا مشاهدينا يلي عندهم كمان امتحانات وأكيد بلشوا لأنه قلهم شهر تقريباً بلشين المدرسة. وبتعرف يا قليل كنا عم نحكي كمان عن محبة المال وأكتر إذا منروح أكتر في اتصال. في اتصال أكتر اتصال. لا. أوكي من نغم. ألو. ألو. مساء الخير نغم. بونجور. كيفك؟ بونسوار. بونسوار. من لبنان عم تحكينا ما هيك؟ نعم. من لبنان. نعم. نغم أدي عمرك؟ أنا 13 سنة. 13 سنة. بأي نعم. صف؟ نعم. بأي صف؟ أنا بالأبسات أبويت سوري. أوكي. نغم كنت عم تقري معنا من إنجيل متى؟ صراحة لا. أوه الهيئة كتير عم يعطوكم درس. نعم. الهيئة كتير عم يعطوكم درس. إيه. طيب بدك توعديني إنه تخصصي 10 دقايق كل يوم تقري فيها بالكتاب المقدس؟ إيه أكيد. أوكي يا نغم. أوكي يا نغم أنا بس بدي سلم عليك اللي كيفك. نعم. بس بدي سلم عليك لأنه قلي ما خليني أحكي معك بعد. أنت منيحة؟ نعم. أوكي لكن مختارها لرقم من 1 لـ20؟ 4. رقم 4 يا نغم بقول هل قال يسوع أحب قريبك وأبغض عدوك؟ يعني حب يلي بتعرفه وبغض أو كراه يلي هو ضدك أو عدوك، نعم أم لا؟ كلا. كلا. خلينا نشوف يا نغم جوابك، وجوابك صحيح لأنه يسوع قال أحب أعدائكم. برافو يا نغم. وبتعرف يا إلي أنا عم لاحظ من أصدقائنا أنه هني ما عم بيقروا بالكتاب المقدس بس عم بيجاوبوا صح. أنا عندي تفسير لهذا الشيء لأنه هلأ بحس لما رجعوا على المدرسة كانت الصيفية كلها لعب ونشاطات وظهرات وكزدورات يعني وهالأشياء، فهلأ رجعوا على المدرسة وبعد ما رجلجوا وقتهم أنه كل يوم يخصصوا وقت ليقروا بالكتاب المقدس، بقى أنا بدي شجعكم كل يوم تخصصوا على القليلة 10 دقايق مثل ما قالت لي نغم ونقرأ بالكتاب المقدس سوا. وهلأ عنا اتصال جديد يا إلي. ألو. ألو. هاي سارة. هاي كلام. كيفك؟ كويس. أدي عمرك يا سارة؟ 5 سنين. أوكي. 5 سنين. سارة. فرحنا إنك عم تتصلي فينا يا سارة. لضيق الوقت بدي إياك دغري تختاري رقم. على كده. رقم لونه أزرق أو أبيض يا سارة. أي رقم؟ 11. والسؤال رقم 11 يا سارة بيقول هل طلب يسوع أن نصلي أمام الناس مثل المرائين؟ المرائين هن الناس يلي عندهم وجان، نعم أم لا؟ فكر منيح وبلش وقتك سارة. يعني يسوع بده ايانا نصلي قدام الناس. كلا. كلا كلا كلا. وجوابك جواب صح يا سارة واسمك نزل معنا بالبوكال لآخر الحلقة. قبل ما يجينا اتصال جديد يا قلي بس بدي اقول تتذكر كنت عم بخبر انه انا كنت لما غلط في اتصال. في اتصال ليليان. أوكي. الو. الو. مساء الخير. ازيكم؟ انا كويس. الي معك يا ليليان وكارن حده. انا كويسه يا ليليان، انت ازيك؟ الحمد لله كويس. اوكي يا ليليان بدي اطلب منك لضيق الوقت لان رح تخلص حلقتنا تختاري رقم 17. والسؤال يا ليليان بيقول إذا كانت عينك بسيطة فجسدك يكون كله نيرا، نعم أم لا؟ يعني هل هيدي نعم. الآية هيك وردت؟ نعم. خلينا نشوف جوابك يا ليليان. جوابك صح يا ليليان واسمك نزل معنا بالبوكال لآخر الحلقة. كارن أنا عن جد بدي أعتذر منك بس لأنه الاتصالات عم يجوا ورا بعض وقرب وقت نهاية حلقتنا فبدنا ناخد قد ما فينا اتصالات مشان هيك منشجع أصدقائنا أنه يتصلوا لأنه وقتنا قرب يخلص. في اتصال إلي عم فيه لا كمان. بعد أوكي لكن إلي فأنا كنت فكر لازم أقصص حالي بمعنى أنه أنا أعمل قصص لخلي ربي يسامحني أو خليه يرضى علي، بس هون اكتشفت يعني أنه أنا مغلطة لأنه الله بحبنا ومحبته لقلنا ما بتتغير. يعني إذا أنا بعمل كتير قصص منيحة أو بعمل شغلة منيحة بحياتي الله مش هيحبنا أكتر ولا هيحبني أقل. في اتصال. اتصال من مصر من لبنان. كيفن. ألو. ألو. مساء الخير كيفن. صباح النور. كيفك اليوم؟ منيح. كيفن اليوم مفرس ما هيك؟
نعم. عم تقلي صباح النور لهيئة بعدك واعي؟ لا. بعدها مشمسي بس برا، مش هيك يا كيفن؟ ايه. اوكي كيفن. تختار رقم؟ عندك 13، 14 أو 15. اوكي، السؤال يا كيفن بيقول: اغفر لنا ذنوبنا فقط ولا تغفر للمذنبين إلينا. هل هيدي الآية هيك وردت؟ يعني يسوع هيك قال؟ نعم أم لا؟ بلش وقتك. كلا. خلينا نشوف يا كيفن جوابك، أكيد جوابك صحيح. واسمك نزل معنا بالبوكال لاخر الحلقه. وكان يا الي كيفن كان اخر اتصال لانه واكيد اصدقائنا يلي كانوا اليوم عم بيجربوا يتصلوا فينا، انا بشجعهم لحلقه خميس الجاي كون عم نقرا كثير بالكتاب المقدس ونقعد مع الرب ونحكي ونتصل خميس الجاي ونكون عم نحكي مع بعض. اكيد. وهلا حان الوقت انه نشوف مين الرابح معنا بالجائزه الاسبوعيه والشهريه، واكيد يا كارن رح نبلش بالجائزه الاسبوعيه، واليوم انا رح اقول لكارن تسحب الجائزتين. بلشت يا الي، انا اسحب قبل ما تقول لي. اوكي، وانا اخترت الاسم وحزار. من وين قبل ما اقول لك مين؟ من مصر. صح، وهلا رح تقول مين يا الي. والرابحه معنا اليوم هي ليليان. ليليان انت الرابحة معنا بالجائزة الأسبوعية، ألف مبروك. خلينا نشوف شو هي جائزتك. مبروك لبطل جديد من أبطال الكتاب، والهدية هي MP5. مبروك يا ليليان. وهلأ أصدقائنا رح نحط الأسامي كلهم، رح نحطهم بهذا البوكال الكبير ورح نكون عم نشوف مين يلي حيربح معنا جائزة الشهرية. واكيد انا حقيمهم على مهله لانه اوقات لما قيمهم بوقعهم، فبصير بدي انزل لم الاسم. لا اكيد لا يا كارن، لانه قديم ما بيساعدني. بدنا نذكر انه هو اسماء كل الاشخاص اللي اتصلوا فينا وكان جوابتهم صحيح، اجوبتهم صحيحه، بس ما انسحب اسمهم على الجائزه الاسبوعيه. شفتي عليها مره ما وقعت ولا اسم. اوكي، هلا بدها تخلط كارن لانه الاسماء كثيره. بدي اياك يا كارن تخلطي منيح منيح منيح، تختاري اسم من بين الاسامي. بعد بخلط الي ام بقك؟ لا يلا خلينا نسحب الاسم، نسحب نعرف مين بتقال معنا بالجائزه الشهريه. هيك عم بنفضك انت للورقه كمان ما يكون معلق اسم ثاني. كنت وقعت. اوكي، من وين يا الي؟ لكون فتحها. لبنان انا بقول. صح، لبنان. عم بحزر اليوم. اوكي، الرابحه معنا كمان هي رابحه مش رابح، هي ريتا من لبنان. ريتا انت الرابحه معنا اليوم بالجائزه الشهريه، خلينا نشوف شو هي جائزتك. مبروك ربحتوا معنا الجائزة الشهرية الكبرى وهي كاميرا فورية. لكن مبروك لأصدقائنا يلي ربحوا معنا اليوم، وأكيد لخميس الجاي بدي شجع أصدقائنا يقروا كتير بالكتاب المقدس. كمان رح نكون عم نكمل من إنجيل متى، بس الإصحاحات يا إلي حيتغيروا. من أي إصحاحات هنكون عم نقرأ؟ رح نقرأ أسبوع الجاي من الإصحاح السابع للتاسع، يعني نحن كنا عم نقرأ قبل من 5 لـ7، معكم فرصة بعد تقرأ من الإصحاح السابع يلي بعد ما قريوا معنا وتقرأ 7 و8 و9. بدي أذكركم إن نحن تعلمنا كثير من موعظة الجبل، واليوم تعلمنا إنه نحن يا كارن ما ننتقم، يعني إذا حدا مثلا عم يعمل شيء مش منيح لإلنا ما ننتقم ونقول نحن ما نعمل فيه نفس الشيء، لأنه الرب يسوع ما انتقم من أعدائه. صح. والأشخاص يلي صلبوا. وكمان يا إلي تعلمنا إنه إذا أنا عم بساعد أو عم بقدم شيء لحدا، أهم شيء مش رح خبر الكل، يعني. صح. مثل ما قلت، إذا أنا عم بساعد حدا مش أنا رح خبر إلي وخبر كل أصدقائي إنه أنا مثلا ساعدت هيدي المدام مثلا، لا، بخليها جواتي. صح. لانه الله يلي عم بشوفها هو يلي بيكون عم بيقدرها ورح يجازينا. وثالث شغله واهم شغله، كل مره بدنا نصلي بدنا نتذكر انه نحن عم نصلي وعم نحكي مش مع اله بعيد، اله ما بحبنا او قاضي او شخص بده يقصصنا اذا نحن عم نغلط، نتذكر انه نحكي مع بينا يلي بحبنا يلي بيرحمنا يلي كل افكاره بقول الكتاب افكار سلام لا شر من نحونا. ولكن أصدقائنا قروا كتير منيح لخميس الجاي، منشوفكن. باي.